لما يتحسب 7 ضربات جزاء في جولة واحدة في الدوري المصري فده دليل على ان فرق الدوري بتلعب باندفاع هجومي، لكن لما يضيع 5 ضربات جزاء من السبعة ويسجل 2 بس ده دليل على ايه؟ اهلا بيكم في جولة الغلابة في اخطر دوري في العالم. تشكيل افضل 11 في الجولة الثامنة من الدوري غاب عنه الاسماء الكبيرة. في حراسة المرمى الهاني سليمان حارس سموحة اللي لعب دور البطولة في الفوز على اسوان تصدى لاكثر من فرصة خطيرة لأوميد اوكري وتصدى لضرب الجزاء. عبد الرحمن رمضان باك يمين وادي دجلة عمل جبهة قوية دفاعيا مهدت الفوز المفاجئ على المقاولين العرب. رامي صبري كابتن انبي معانا في تشكيل الجولة للاسبوع الثاني على التوالي بعد ما كان حائط صد قدام هجمات المصري علشان يقود فريقه للفوز الثالث على التوالي في الدوري المصري. عاصم صلاح باك شمال طلاع الجيش اللي رغم ان هو ضيع ضرب الجزاء في وقت صعب ما تأثرش أداؤه وصنع الجول الثالث لأحمد سمير. عمرو السولية اللي تحول لارتكاز وحيد في الأهلي بعد إصابة حمدي فتحي ولما كانت متقفلة قدام هجوم الأهلي ضد حرس الحدود قرر ان هو يخلص بنفسه علشان يحافظ على سلسلة انتصارات الاهلي في الدوري. همام طارق النجم العراقي سجل اول اهدافه في الدوري المصري في نادي مصر وكان مصدر الخطورة الاولى للدراويش. احمد سمير بيواصل ابداعه كل ما بيشوف قدامه الفانيلا البيضاء تيشيرت فريقه السابق الزمالك علشان كده سجل جول وصنع التاني وتسبب في ضرب الجزاء وعمل كل اللي هو عايزه في دفاع الزمالك. معاه زميله كريم طارق اللي لعب افضل ماتش ليه الموسم ده ضد الزمالك وعمل اسيست الجول الاول بفضل تحركاته اللي كارتيرون ملقاش قدامها حل. عمل جبهة قوية جدا مستغل غياب الباك اليمين الاساسي للزمالك علشان يكون صاحب الخطورة الاكبر في الجبهة دي. احمد رفعت جناح الاتحاد اللي عمل ماتش كبير جدا ضد المقصة سجل جولين وعمل اسيست حلو جدا قدر ان هو يحسم الفوز على المقصة. احمد حمدي سجل الجول الاول في بيراميدز وصنع التاني وحط بصمته على التالت علشان يكون صاحب البطولة في فوز الجونة. احمد ياسر ريان عمل دويتو هايل جدا مع احمد حمدي كانت نتيجته جول واسيست علشان يساهم بشكل كبير في فوز الجونة على بيراميدز. فريق الجولة طلائع الجيش مش عشان بس حقق اول فوز ليه في الدوري على الزمالك لكن بسبب الشخصية الكبيرة اللي اظهرها اللاعبون في مواجهة خصم صعب جدا وهو الزمالك وقدر يفوز عليه في غياب 7 لاعبين اساسيين. ولما الزمالك سجل التعادل في وقت صعب شخصية الفريق ما تغيرش وفضل ضاغط لحد ما سجل التاني، ولما ضيع ضربة الجزاء في بداية الشوط الثاني برضو شخصية الفريق ما تغيرتش لحد ما قدر يسجل الجول الثالث اللي قتل الماتش. رد الفعل كان دايما من الجيش، لما استقبل التعادل كان هو اللي عايز يسجل الثاني، ولما ضيع ضربة الجزاء كان عايز هو يسجل الثالث علشان يمنع تعادل الزمالك. واللي بيتفرج على الماتش هو مش عارف الفريقين هيفتكر ان الجيش هو اللي بينافس على الدوري مش الزمالك، لكن الحقيقة ان الجيش كان بيدور على فوزه الاول في الدوري. افضل لاعب في الجولة احمد رفعت. اداء مميز بيقدمه احمد رفعت مع الاتحاد بعد تجربة للنسيان مع الزمالك، لكن افضل اداء قدمه احمد رفعت مع سيد البلد كان ضد المقصة، سجل جولين وعمل اسيست عشان يخطف الفوز المثير جدا في اجمل ماتش في الجولة على المقصة. اجمل هدف في الجولة جول احمد سمير في الزمالك بعد اكتر من نقلة حلوة من طلائع الجيش وقف دفاع الزمالك يتفرج عليهم زينا بالظبط. كريم طارق ادى كورة بالكعب لعاصم صلاح اللي رفع اوفر نموذجي على راس احمد سمير اللي قدر ان هو يثبت محمد عواد برأسية جميلة سكنت الشباك. افضل مدرب في الجولة طارق يحيى مدرب طلائع الجيش اللي قدر ان هو يقود فرقته للفوز الاول في الدوري على حساب مين؟ الخصم الكبير جدا الزمالك. طارق يحيى قبل الماتش تعرض لانتقادات واتهامات ان هو ممكن يفوت الماتش للزمالك لانه بس كان لاعب سابق في الزمالك وكان برضو مدرب سابق للزمالك، لكن الحقيقة ان طارق يحيى قدر ان هو يسكت كل الألسنة ويحقق فوز كبير جدا على الزمالك بأداء ممتع كمان. والسؤال دلوقتي لحد امتى هنفضل نشكك في زمم الناس سواء مدربين او لاعبين لمجرد ان هما بيلعبوا ضد فرقهم السابقة. وفاء
فاجئت الجولة هدايا الزمالك. الزمالك أبو قلب طيب موقفش عن توزيع هدايا بعد مادة نادي مصر نقطة مهمة جدا في المشاركة الأولى ليه في الدوري الممتاز، وما استخسرش في إم بالفوز الأول ليه في الدوري، جه الدور على طلائع الجيش عشان يديله أول فوز ليه في الدوري. وتستمر لعنة بيراميدز على مدرب الزمالك، فبعد فوز الزمالك في نهائي الكاس تراجع الفريق بشكل كبير جدا مع ميتشو لحد ما رحل، وبعد فوز الزمالك على بيراميدز في الدوري الفريق بيقدم مباراة سيئة جدا مع كارتيرون وبيخسر من الجيش. والسؤال، هل هتستمر هدايا سانتا كلوز الزمالك لحد الكريسماس؟